عندنا فيديو ثالث أعتقد بنشوفه ونرجع نعلق. وأنا أسوي رياضة في حي العود قابلت الرجل الطيب ذا، اسمعوا قصته تفضل. حياك الله أستاذ أحمد، الله يبارك فيك الدكتور العزيز، لك معزة في قلوبنا والله، وقد رحت لكني رجعت، وما رجعني إلا قول المتنبي: وغالب فيك الشوق والشوق أغلبه. يا سلام. يعني المملكة وأهلها نعزهم، أنا من اليمن وعز المملكة العربية السعودية وأهلها كثيرا، وهم يعزونك. والله يجزاك خير وبارك فيك، وأظن الشعب اليمني لا أعتقد إلا أنهم يشاطروني هذه الأشجان وهذه المحبة الجميلة. يا سلام. كتبت بعض الأبيات في المملكة الغالية جزاها الله خير، اسمعها. أقول: يا سعد من ترن إليها روحنا، يا أجمل البلدان أنت الفائقة، قلبي تهيم عند طاهر أرضك حبا لك، والروح باتت عاشقة، رمز المكارم والمفاخر والعلا، أرض بها الحرمان دمت شارقة، لا تعذلوا صبا غريبا عاشقا، وجد الرياض له كأم شافقة، يا مملكتنا دام مجدك شامخا، دمت على الأعداء شمسا حارقة. يا سلام يا سلام يا سلام، الله يجزاك خير، ممتاز ممتاز، الله يحفظك ووفق يا حبيبي، ولا تحب اللي يحبونك. الله يسعدك، الله يجزاك خير، ويرضى عليكم ويوفقك بكل خير، شرفنا فيكم، واسال الله ان يسعدكم في الدنيا والاخره. امين. والله شوف مشاعر الناس، انا تعمدت اني اخلي المبنى، لما كنا نصور في مقبره حول مقبره العود في حي العود، انه قابلني الرجل ذا، شافني اصور تركني، بعدين مسكني قال انا احبك واحب ابو يحيى، سلم لي عليه، ومتابع روتانا ويشكر في روتانا، وقال عندي مشاعر ابغى اقولها. قلت له تفضل، مشاعر حب، قصيده كاتبها وهو يدرس كان في جامعه الامام، وحبيت اترك الصوره، يعني لا حطينا رتوش ولا شيء، استوديو بس، لا خلي الناس تعبر عن مشاعرها بالطريقه البسيطه وهي اقرب الطرق للقلب. جميل جدا. في يوم التاسيس تاريخ يحضر ووطن يحتفي. فاصل اخير ومكملين.